وصلنا الآن إلى مدينة بيا. شوفوا الإطلالة، إطلالة جميلة جدا. مدينة بيا إذا زرت كوسوفا لا بد يكون لك كم يوم، يعني ما يقل عن 3 أيام تزور هذه المدينة. إحنا الآن على إطلالة بانورامية على المدينة، لكن إن شاء الله راح نتعمق داخل المدينة نحكي لكم التفاصيل الجميلة. يا الله شوفوا ثعول المطر هناك، الله يسعد مساكم بكل خير. اليوم غيرنا مكاننا ورحنا لإطلالة ومنطقة جديدة من مناطق بيا. أعطوني رأيكم عن الإطلالة، شوفوا الجمال كيف. كوسوفا مليئة 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 بالإطلالات وبالمناطق الطبيعية وبالأرياف، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل النافع يا رب. سكننا في بيا راح يكون في هذا المنتجع الجميل. جمال المنتجع بجمال المنطقة المحيطة فيه، غابات غابات بمعنى الكلمة، وفي تفاصيل كثيرة في المنتجع لعلي أعطيكم حبة حبة عشان تستوعبون الجمال اللي أنا جالس أشوفه. يا الله يا جمال المنتجع، شيء خرافي والله العظيم، شيء خرافي، وسط جنة، جميل جدا المنتجع هذا. هذه مرافق المنتجع، خلونا نشوف الإطلالة. أبو هتان كيف الإطلالة؟ الإطلالة على النهر، والله شيء خرافي. هذا مطعم المنتجع، شوف الجلسات على ايش تطل على النهر الجميل هذا. سبحان من سبح الراجل بحمده وملائكته من في فتن، ما شاء الله مطر وبرد. طيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم لك الحمد لك الشكر. هذا أكبر شلال في كوسوفا، تيارات الهوائية قوية جدا اللي جاء من الشلال وباردة.